مرحبا طلاب، هسه احنا وصلنا للمندبل. المندبل اللي هي العظمة الثانية، عظمة كلش مهمة، انه عظمة توفر لي اتاتشمنت العضلات كلش هواية، فان لازم اعرف ادق اللاند مارك بيها. طبعا هي اللور جو، اسمها اللور جو، المندبل اور اللور جو، اقدر اسميها مندبيولة، نفس الشيء. Is only movable cranial bone، هي عبارة عن عظمة الوحيدة بالسكول اللي هي movable، يعني هي متحركة. وين متحركة؟ عند يا joint. طبعا هي هاي تتصل مع temporal bone، مع temporal bone بواسطة joint مو suture. إذن هي ما عندها suture طلاب، هي ما عندها suture، وإنما هي عندها joint اللي هو اسمه temporomandibular joint. خليني نجي نقرأ عنها. The mandible is single bone connected to the skull by the temporomandibular joint. هذا من أهم الجوينتات خصوصا الجماعة الأسنان، هذا الجوينت كلش مهم وراح ناخذه احنا بالتفصيل بعدين. تمام، إذن هي تتصل بالسكول عن طريق temporomandibular joint that do not articulate with the adjacent skull bone via suture. إنه هي ما راح تتصل بواسطة suture، يعني إنه هي ما عندها suture مع عظمة الأخ. This bone is also known as the lower jaw. أقدر أسميها lower jaw، يعني الفك السفلي. It articulates dentally. طلاب، راح تتصل لي dentally، يعني بواسطة الأسنان. dentally هو مصطلح related للأسنان، related للteeth. تمام؟ أقولك with the upper jaw or maxilla، راح تتمفصل لي ويا المكزيلا عن طريق الأسنان مالتها، يعني الأسنان العلوية راح تتصل لي مع الأسنان السفلية اللي موجودة بالمندبل. In the viscerocranium، يعني راح تتمصل لي ويا الفيسروكرينيوم via teeth، يعني بواسطة التيث. When the mouth is closed، يعني الماوث من أسده راح تنطبق السنون، فراح يصير تمفصل بين المكزيلا والمندبل. زين، إذا الماوث فتحته، لا ما راح يصير تمفصل، وإنما راح تتمفصل فقط ويا النيوروكرينيوم اللي هي عن طريق اللي هي ويا التيمبرال بون عن طريق التيمبرومانديبولار جوينت. تمام، خلينا نكمل. It also articulate to the neurocranium via the temporal bone، راح تتوصل ايضا ويا التيمبرال بون، وش راح تشكل لي التيمبرومانديبولار جوينت اللي هو تي ام جوينت. هذا التي ام جوينت من اهم الجوينتات طبعا اللي موجوده بالسكول، راح ناخذ احنا بالتفصيل بعدين. The mandible consists of horizontal body anteriorly and two ventricle rami posteriorly. تمام، خل اوضح لكم المندبل طلاب. هاي المندبل قاصيها احنا منها، ماخذين جزء من المندبل. اقول لك هاي المندبل بها بادي، هذا البادي اللي تشوفوه هنا، وبها ريماس. تمام، جمع الريماس هي بها بادي واحد وبها تو ريماس. اجمع الريماس برايماي. تمام، ريماي، اذا هذا البادي وهاي الريماس اللي هن اثنين، هاي الريماس هنا وريماس هنا، اجمعهن برايماي. فيقول لك the mandible consists of horizontal body، يكون horizontal عرضي، يكون interior هذا الباري. تمام، and two ventricle rami اللي تكون posteriorly. تمام، the body and the rami meet on each side at the angle of the mandible. طلاب، هذا البودي وهاي الريماس يلتقن عن طريق انجل اللي هي هاي اللي دا اشر عليها. تمام، اذا الريماس يتصل لي مع البادي عن طريق انجل اسمها انجل اوف ذا من اوف ذا مندبل. تمام، اللي هي هاي، شوف انجل اوف ذا مندبل اللي هي هنا. تمام، خلينا نجي نقرا بعد. ميتينج اوف ذا انجل. تمام، كملناها، هاي كملنا الحكي عندها. تمام، هسه شي يقول لك هنا، يقول لك ذا مندبل هاز 3 بارت. زين دكتور، قبل شوي قلت انت راي ماي وقلت بادي. اي نعم، احنا مو عندنا راي ماي اثنين، اعتبر هاي الريماس اللي موجوده هنا واحد، والبادي واحد، والريماس اللي موجوده هنا واحد، فصارن ثلاثه. اذا هو يتكون من 3 بارتس، اللي هي البادي اوف ذا مندبولر، والريماس اوف ذا مندبل اللي هي تكون اثنين. راح نجي ناخذ اول شيء البادي مالت المندبل. اقول لك ذا بادي اوف ذا مندبل از لوكيتد ان ذا انتيريور بارتس اوف ذا لوور جو بون، يكون هو اكثر شيء انتيريور. اما الريماس قلنا اكثر شيء انه تكون شنو؟ تكون بوستيريور. هاز ا كيرفد شيب، عنده شكل شيب. شنو كيرفد شيب؟ يعني شكل هيك يكون، هيك يكون شكلها. تمام، يعني ما تكون شكلها متساوي، وانما تكون هيك. تمام، هيك يقصد بكيرفد شيب. Can be divided in two parts، راح اقسمها two parts، اقسمها الى base، الى base، واقسمها الى alveolar part. زين دكتور، هسه انا قسمتها الى base، انا راح اخذ البيس اشرحها هسه. زين، الالفيولر بارت ما راح اشرحها هسه، اخذها بمحاضره الماوث. تمام، تمام.
يعني مثل المجزلة. تمام تمام هسه مثل المجزلة. المجزلة قلت لك يا بل الفيولر بروسيس محتوياته ما راح اشرحها هسه. هنا الالفيولر بارت ما راح اشرح هسه محتوياته. اخذها بالماوث تمام. اوف ذا مندبل تمام. اقلك ذا بودي اوف ذا مندبل هاز تو سيرفيس. ايش عنده؟ عنده تو سيرفيس. عنده اكسترنال اللي هو هذا السيرفيس اللي يكون الخارجي وسيرفيس داخلي يكون. تمام. فعنده اكسترنال سيرفيس وعنده انترنال سيرفيس. And two border اللي هو superior والalveolar. superior أقدر أسميه alveolar والinferior. تمام. هاي المندبل بشكل عام عندها two border. border عندها border يكون inferior وborder يكون superior. تمام. كذلك الborder superior اللي هو من ضمن alveolar part ما راح أشرحه. تمام. ليش؟ أخذه بالماوث. يعني المطالب منك هسه بالمجزلة إنه تحفظ ذني اللي أنا كاتبهن، مو تحفظن وإنما تفهمهن فقط. البيس مالت المندبل، the base of the mandible is the lower part of the body of the mandible. اقلك يا بالبيس مالت المندبل هو اللور بارت مال المندبل. يعني شون؟ خل اختصرها عليك. هو المندبل كلها البيس، البادي مالت المندبل كلها ما عدا الجزء اللي راح تتصل به الاسنان اللي هو هذا اسمي الفيولر بارت. تمام؟ صارت واضحة. فيقلك excluding يعني شنو؟ excluding يعني ما عدا. excluding ما عدا the alveolar part of the mandible. يعني يقول لك البادي هو كل المندبل، كل البادي مالت البيس مالت المندبل، مالت البادي مالت المندبل. يقول لك هو كل البادي ما عدا الجزء مالت من الالفيولار بارت، يعني الجزء اللي راح تتصل به الاسنان، هذا ما يعتبر بيس. تمام. of the mandible and it has external and internal surface. يقول لك هاي البيس عندها external اللي هو هذا وعندها internal يكون ورا، يعني ورا هذا. تمام. راح نجي اول شيء ناخذ الاكسترنال سيرفيس مالت البيس مالت المندبل. تمام. يقول لك the feature on the external surface of the mandible base are عندك المنتال protuberance اللي هي هاي اللي تكون مثلثه اللي هي هاي. تمام. يسموها تشين اللي هي تشكل الذقن. تمام. اللي تنطي الشكل مال الذقن اللي احنا نسميه الحنج. تمام. اللي هو هنا يكون. تمام. هي هاي راح تنطي. مرات تكون بارزة كلش بحيث تخلي واحد حنج شوية طالع لقدام، ومرات تكون لا عدلة بحيث يكون الحنج عدل او الذقن عدل. فعندك mental protuberance اللي هي هاي. تمام. وعندك هنا على الاطراف هسه هذا mental protuberance، وعندك هنا على الاطراف يسموها mental tubercle. هاي تكون اثنين اللي هي وحده هنا موجوده وحده هنا. تمام. وعندنا هنا فورامينا اللي هي هاي مثل ما تشوفها، وحده هنا موجوده وحده هنا اللي هي نسميها mental فورامينا اللي هي ايضا اثنين. اذا هسه انا عندي mental protuberance واحد، عندي المينتال مينتال توبركل اللي هي تكون اثنين، والمينتال فورامينا اللي تكون اثنين. ذني المينتال فورامينا كلش مهمه وراح اخذ شرحها بالتفصيل. نجي خلينا نشرح ان المينتال بروتوبرنس از ا بروميننس بوينت اون ذا اوتر سيرفيس اوف ذا بيس اوف ذا مندبل. يقول لك فورم ذا تشين. تشين يعني شنو؟ يقصد لك الذقن او الحنج. يقول لك هي راح تشكل لك الذقن او الحنج. زين شنو هاي بروميننس؟ شنو هاي بروميننس؟ عبارة عن يعني بروز عظمي. يقول لك هو البروميننس يعني يقول لك بروز عظمي. The mental tubercle is a prominence أيضا بروز عظمي on each side of the mental protuberance. يقول لك هي موجودة بال each side مال mental protuberance. On external surface of the base of the mandible. كل سهل يعني شرحه مو مهم. The mental foramen اللي هي هاي الفورامينا المهمة اللي هي هاي. تمام. تمام. Again, the mental foramen is opening on the mandible located below the second premolar. Premolar هذا second premolar. تشوفوا هذا second premolar. طلاب بعدين رح ناخذ اسامي الاسنان. طبعا البريمولر هو اسم سن، بعدين رح ناخذ الاسنان اللي هي المولر والبريمولر وغيرهن. خلينا نجي نكمل. It is the passage هو ممر. هذا الفورامينا راح يمر من خلالها شغله. For mental nerve. mental nerve راح يمر من خلالها نيرف اسمه mental nerve. اسم الفورامينا اسمها mental فورامينا، راح يمر من خلالها نيرف اسمه mental nerve. As well as a pressure point for the mandible mandibular branch of the trigeminal nerve. trigeminal اكو منهم يسموه trigeminal واكو منهم يسموه trigeminal نفس الشيء. اقلك ايضا يمثل لي نقطة ضغط
للي ترايجيمينال نيرف للبرانش مالته اللي هي المندبل برانش. بعدين راح ناخذين ونعرف انه اكو شيء اسمه مينتال نيرف راح يمر من خلال المينتال فورامينا تمام، واكو شيء اسمه مندبولار برانش of trigeminal nerve راح يمر من خلال ايضا المينتال فورامينا، وهاي تمثل لي بريشر بوينت اله تمام. The feature point on the internal surface of the mandible base are، يقول لك انه الاشياء او المميزات او الاشياء او الملامح اللي موجوده بالانترنال سيرفيس مال المندبل مال البيس مال المندبل، يعني هنا هذا الانترنال سيرفيس. هسه خلصنا الاكسترنال سيرفيس، خلينا نجي يقول لك اكو مينتال سباين اللي هو هذا، بتشوفه شلون طالع من الانترنال سيرفيس هنا شويه ما مبين بس هنا شوفه هو هذا هنا مبين تمام تمام. وعندك ال ال هنا البقيات يكون بشكل اثنين، كل واحدة اثنين، بس المينتال سباين يكون واحد. تمام، هسه خلينا نجي نكمل. هسه المينتال هذا اخذناه المينتال اللي هو المينتال سباين اللي يمثل لي اتاتشمنت العضلة معينة، بعدين راح ناخذها. تمام. الدايجستريك فورامينا، شنو الدايجستريك فورامينا؟ شنو هاي الدايجستريك فورامينا؟ هسه ادلك عليها. الدايجستريك فورامينا اللي هي هاي بالاحمر اللي تشوفها، هي تكون اثنين، هذا الميديان، هذا الميديان بلين، اكو دايجستريك فورامينا هنا ودايجستريك فورامينا هنا، تمام؟ اذا هن اثنين يكونن، اذا انا كاتب لك كم هن اثنين، لما حكيت لك عليها قبل شوي قلت لك هذا واحد وذني البقيات اثنين، تمام. المايلو هايلويد لاين، مايلو هايلويد لاين، ركزوا جاي الفض لك اللفظ صحيح مو تركز وياي. المايو هايلويد لاين اللي هو هذا الاوبليك لاين تمام، فوق المايو هايلويد لاين اكو فوسه او اقدر اسميها فوفيا، او اكو جوا فوسه او فوفيا. فوسه هنا تكون انتيريور لهاي الفوسه تمام، هاي الفوسه اللي تكون فوق المايو هايلويد لاين اسمها سب لينجولار فوسه، سبلينجولار فوسه. طلاب ايضا هنا بهاي الجهه اكو مايو هايلويد لاين واكو فوسه فوقها ايضا اسمها سبلينجولار فوسه تمام، سبلينجولار فوسه. واكو سبمندبولار فوسه تكون بوستيريور شويه لهاي الفوسه تمام، او فوفيا نفس الشيء. هاي يكونن اثنين، وحده هنا موجوده ووحده هنا تمام. اذا عرفنا هسه مايو هايلويد لاين اكو فوقها فوسه واكو جوا فوسه. الفوسه اللي تكون فوقها وتكون انتيريور اللي هي السبلينجولار فوسه، واكو فوسه تكون جوا وتكون بوستيريور اسمها سب مندبولار فوسه تمام. وعندك فوسه هنا تنقسم الى سوري يعني هي واحده موجوده هنا بالرايت واحده موجوده هنا بالليفت اللي هي اسمها دايجستريك فورامينا، دايجستريك فورامينا كملناها تمام. خلينا نجي نقرا عنها. المينتال سباين از ابوني اليفيشن، عباره عن ارتفاع عظمي on the internal surface of the mandible project toward to the هو هذا شنو؟ عبارة عن ارتفاع عظمي موجود بالانترنال سيرفيس مالت المندبل تمام؟ A project toward راح يبرز باتجاه اللسان اللي اسمه تانج. شو اسمه اللسان؟ اسمه تانج، اكو منهم يسموه تانج واكو منهم يسموه تانج، يعني ما الفضل او تمام؟ فيبرز لي باتجاه التانج تمام اللي هو اللسان. يقول لك the mental spine is origin site for the، هاي العضلة هذين عضلتين راح يوفر لي يعني origin الهن، ما راح اذكر لك اسمهن عن ما يدوخك وبعدين راح ناخذهن تمام. اللي مطلوب منك انه تعرف ال mental spine يوفر لي العضلتين origin الهن تمام. ال digestric foramina اللي قلت لك اثنين، اللي واحدة هنا موجودة وواحدة هنا، وهذا الميديان لاين تمام. digestric foramina digestric fossa مو فورامينا is an oval depression، oval يعني شنو؟ يعني خسفة تكون بيضاوية on the lower internal surface، موجودة باللور internal surface of the body of the mandible on either side of the median line، يعني هذا median line هي موجودة بالإيذر سايد يعني بكل سايد. For attachment of the anterior pulley of the، ها راح توفر لي ايضا attachment العضلة معينة بعدين راح ناخذها اللي اسمها باسم الفوسة اسمها digestric fossa تمام. تمام وصلنا هسه شنو للماي المايلو هايلويد لاين. المايلو هايلويد لاين اخذناه طبعا طلاب،
هذا المايلو هايلويد لاين اللي قلت لك عليه يكون اوبليك. المايلو هايلويد لاين تمام. المايلو هايلويد لاين is a paired line on the intern of the inside of the mandible, موجودة بالinternal surface مالت المندبل. يكون oblique ridge عبارة عن حافة تكون oblique extending from the protuber من رح يمتد لي؟ يمتد لي من posterior superior, يعني من أنا رح يمتد طلاب؟ هاي الجهة interior وهاي الجهة تكون بالposterior, هاي جهة superior وهاي جهة inferior. فيقول لك يمتد من البوستيرو سوبريور الى الانتيرو انفيريور تمام. فيقول لك اكستندينج يعني يمتد from posterior superior to anterior inferior aspect of the body of the mandible. The myohyoid line is origin site of the myohyoid muscle تمام. فعندك المايوهايلويد لاين يمثل لي origin المن للمايوهايلويد muscle. طلاب اعتقد صارت واضحة, يعني هسه المايو هايلويد لاين ايضا يوفر لي اوريجين العضلة باسمه, اسمها مايو هايلويد مسل. And its posterior part is origin of مايو هاي سوري المايلو فارنجيال part of superior. ها طلاب ما اريد ادوخك, اكو عضلة موجودة بالفارينكس اللي هو البلعومة والبلاعيم احنا نسميها تمام. راح تتصل لي بي اللي اريد اعرف من اللي انت مطالب بيها هسه شنو تعرف شنو هو. عبارة عن اثنين, واحد يكون بالجهتين يعني مال واحد يكون هنا واحد هنا, واللي مطلوب منك تعرف انه هو يكون اوبليك ريدج, واللي مطلوب من عندك انه هو يمتد من البوستيريو سوبريور للانتيرو انفيريور اسبكت اوف ذا بودي اوف ذا مندبل تمام. ويمثل لي اوريجين سايت العضله باسمه وعضلات لاخ, يعني يمثل لي الاكثر من عضله اوريجين. هذا المطلوب منك لحد الان, بعدنا ما ماخذين العضلات احنا تمام. الصب هنا راح ناخذ صب لونجولار فوسه. صب لونجولار فوسه اور فوفيا اقدر اسميه, اللي هي هاي هنا تكون انتيرير بالنسبه لهاي تمام. فيقول لك از ادوبرجين اون ذا انسايد اوف ذا مندبل فور صب لونجولار جلاند. ها راح تجي تقعد بي جلاند باسم هاي الفوسه اور فوفيا اللي هي اسمها صب مندبيول سوري صب لونجولار جلاند تمام. It is a paired structure on anterior half of the body of the mandible below the myohyoid line. تمام. يقول لك انه هو يكون شنو؟ هذا ال sublingular fossa, ال sublingular fossa تكون paired structure بالanterior half مال البادي مال المندبل below the myohyoid line. طلاب هذا المايلوهايلويد لاين هي تكون هنا شوي below إلى ترى شوي تكون below إلى تمام؟ يعني مو تكون فوقها, أنا آسف إذا قلت فوقها, شوية تكون أسفله تمام, بس تكون انتيريور مايل للانتيريور, أما هاي تكون مايل للبوستيريور. فهنا أنا شو يقول لك؟ يقول لك سبلينجولار فوفيا, يقول لك بيلو ذا مايوهايلويد لاين بيلو تمام. The submandibular fossa or fovea is a debrision on the inside of the mandible for submandibular gland. أيضا راح تقعد جلاند هنا باسم الفوسا or fovea اللي هي اسمها submandibular fossa تمام. Is a paired structure on the posterior half of the body on the of the mandible below the myohyoid line. اثنيناتهم below يكون in the للمايلوهايلويد line تمام. طبعا طلاب بالامبريو يقول لك نفس الفرونتال بون, فرونتال بون مو يكون وحده سنجل تمام. يقول لك بالامبريو تكون مفصوله تمام بواسطه شنو؟ بواسطه سيوتشر نسميه ميديان سيوتشر تمام. هنا تكون ايضا مفصوله, راح يتحدن يكون هنا حاجز تمام, هنا حاجز يسموه سيمفيسيس تمام. حاجز هنا يعني هي عظمه واحده, من تكبر انت تصير عظمه واحده بس تترك يعني تبين اثار الالتحام, شو يسموه سيمفيسيس. هذا البودي, هذا الريماس تمام. اذا تشوفوا الريماس هسه احنا خلصنا البودي اللي هو الاكسترنال سيرفيس, وخلصنا الانترنال سيرفيس البيس مالت البودي تمام. البيس الالفيولار قلنا بعدين نشرحه, هسه ايش راح نجي؟ راح نجي للريماس ندرس الاكسترنال والانترنال. The ramus of the mandible, the ramus of the mandible, the rami of the mandible are situated in the right and left side of the lower jawbone. يقول لك انه هي موجوده تمام بالرايت وباللفت, يعني اكو وحده موجوده بالرايت وحده موجوده باللفت. Of the lower jawbone يعني of the mandible يعني of the فك السفلي. Each ramus of the mandible features several
several landmarks. Angle of the mandible اللي هي نقطة التقاء الريماس مع البودي، قلنا بواسطة angle اسمها angle of the mandible. تمام، يقول لك كل ريماس بي تو بروسيس، بي كوندايل بروسيس اللي راح يسوي لي تمفصل ويا التيمبورال بون بواسطة temporal mandibular joint اللي هو الجوينت المتحرك، تمام، اللي هو هذا. وبي بروسيس ثاني اسمه تيروغويد بروسيس، سوري اسمه كورونويد بروسيس، اسمه كورونويد بروسيس. اذن هسه عندها كوندايلر بروسيس، وعندها شنو؟ عندها كورونويد بروسيس. تمام. هسه انا جاي اخذ جنرال فيتشرز، جنرال فيتشر، بعد ما اخذ الانترنال والاكسترنال. تمام، جنرال جاي اقول لك. تمام، يعني هاي تبين من انترنال وتبين من اكسترنال، يعني هاي بروسيس شوف مبين من اكسترنال ومبين من انترنال، مبين من اكسترنال ومن انترنال، يعني مبينه. تمام، يقول لك هذا الكوندايلر بروسيس، تمام، بي هيد وبي نك. تمام، هذا الهيد مالته والنك شويه تكون تحته. تمام، اعتقد صارت واضحه. طلاب هنا لاحظت انه اكثر شيء لا خلينا نكمل على المدلاء اراويك اللي لاحظته. عندك فوسه اسمها تيروغويد فوسه، تمام، شو اسمها؟ اسمها تيروغويد فوفيا، سوري فوفيا، اللي هي هاي منطقه خسفه هنا كاينه، هنا موجوده. تمام، هسه هاي تيروغويد فوسه، عرفنا تيروغويد فوفيا. تمام، انا شو مدري ليش لاطش الفوسه، المهم هاي تيروغويد فوسه او فوفيا. اوكي، بعد شنو عندنا؟ الكورونويد بروسيس قلت لك انه احنا عندنا بريماس، عندنا تو بروسيس، عندنا بروسيس اسمه كوندايلر بروسيس، وعندنا بروسيس اسمه كورونويد بروسيس. بيناتهن اكو نوتش، اكو نوتش. طلاب هواي حاتوني يردون يعرفون شنو الفرق بين النوتش وبين الفورامينا، طبعا الطبعة ما اكيد يعرفوا اسنان حاتوني. طلاب النوتش تكون هاي اللي هي عباره عن فورامينا ما كامله، تمام، عباره عن فورامينا ما كامله نسميها نوتش، اما الفورامينا تكون يعني اوبننج كامله. تمام، فهاي شوفي هاي نوتش، اذا هاي شو اسميها؟ اسميها نوتش. فانش عندي هسه؟ عندي تيروغويد فوفيا خلصنا، الكورونويد بروسيس، هاي شو اسمها هاي النوتش؟ اسمها مانديبولار نوتش. تمام طلاب، انا لاحظت شغله من خلال بحثي على الجوجل، شفت اغلبيه الدكاتره شو مسوين؟ باحث لك بهاي، تمام، باحث لك بهاي، وش مسوي لك؟ مأشر لك هنا، شو اقصد لك هنا؟ شو تجاوبه هنا؟ تجاوبه بالتيروغويد فوفيا، تيروغويد فوفيا. تمام، the angle of the mandible is angle forming between the body of the, and the ramus of the mandible. كل سهلة إذا تقرأها راح تفهم إنه تكون بين الريماس وبين المندبل، كلش بسيط، وبين البادي of the mandible. The coronoid مو الكورونويد، يقول لك the condyle process is the articular process a pair of the ramus of the mandibular. يقول لك يا بك condyle process اللي هو راح يشكل لي شنو؟ يشكل لي temporal mandibular temporal mandibular joint اللي هو TM joint، نقدر نختصر TM joint كون اسمه طويل. هذا راح يتمفصل لي ويا temporal، تمام، وعنده هيد وعنده نيك وعنده شنو؟ وعنده تيروغويد فوفيا موجوده بي، التيروغويد فوفيا موجوده ترى بالكوندايلر بروسيس. تمام، يقول لك هذا 3 لاند مارك، الهيد والنيك، طبعا دني شرح سخيف كلش ما يحتاج حتى تقرا. نجي للتيروغويد فوفيا، يقول لك ان انتيرو ميديال بيت بيلو ذا هيد اوف ذا مانديبل where the lateral pterygoid muscle attached. طبعا هاي pterygoid fovea راح تتصل بيها عضلة باسمها، اسمها pterygoid muscle. تمام، وين موجودة؟ موجودة بالcondylar condylar process. تمام، وبهيد وبينك، بهيد وبينك، اللي مطلوب منك تعرف انه بهيد وبينيد. طبعا الهيد هو الجزء اللي راح يسوي له articular part، الجزء اللي راح يتمفصل ويا temporal. اما النك فيكون narrow segment، يعني قطعة صغيرة، تكون قطعة ضيقة، narrow ضيقة. تمام، الكورونويد بروسيس اوف ذا مانديبل از ا ماسكولار ماسكولار بروسيس لوكييتد انتيريورلي تو ذا كوندايلر بروسيس اوف ذا مانديبل، بوث ار سيبريتد باي ذا مانديبولار نوتش، مانديبولار نوتش. يقول لك ذا تيمبورالس ماسل اتاتش تو ذا كورونويد بروسيس. شنو هاي كورونويد بروسيس؟ يقول لك هو عباره عن بروسيس موجود بالمانديبل، تمام، يشكل لي ماسكولار بارت، ماسكولار بروسيس يعني بروسيس مخلوق، مو يكون ويلي جوينت، وانما مخلوق تتصل بعظام،
تتصل بعضلات عضلات اللي هي لسه نسميناها muscular process. Then the muscular process of mandible هو شنو؟ هو coronoid process. هاي انتبه خاف تجيك شنو؟ تجيك MCQ. Located بالانتيريور هو أكثر شيء anterior بالنسبة للcoronoid process. الcoronoid process يكون posterior. أما هذا الcondylar process يكون شنو؟ يكون posterior. أما الcoronoid process شو يكون؟ يكون anterior. فيقول لك located anteriorly to the condylar process of the mandible. Both are separated by the mandibular notch. يقول لك هذني بيناتين اكو mandibular notch اللي راح تفصلهن اثنيناتين. تمام. Separated يعني تفصلهن. تمام. The temporalis muscle attached to the coronoid process. طلاب سامعين temporalis muscle اللي هي راح تتصل temporal fossa. تمام. اللي temporal fossa اللي تحتها infratemporal fossa اللي اخذناها. تمام. اللي اخذناها. ايضا راح تتصل temporal fossa وراح تتصل بالcondylar process. تمام. The mandibular notch is a divergent located عبارة عن انخفاض. تمام. وين موجود؟ موجود بالرايموس of the mandible separating the condylar and coronoid process. يعني بسيطة قبل شوية ذكرتها. هسه أخذنا general landmark مالت الرايموس. راح نجي ناخذ ال internal landmark وناخذ ال external landmark. كل سهلة. The rimas of the mandible also has internal and external surface. The internal and external surface. رح نأخذ internal surface مال الرايموس. بيها features. قلت لك اللي هو features يعني مميزات أو أشياء موجودة بيها. المندوبيولار فورامينا. المندوبيولار فورامينا اللي رح تأدي لي المندوبيولار كانال. طبعا هاي كلش مهمة. أكو مندوبيولار فورامينا. رح تأدي لي هاي المندوبيولار فورامينا اللي هي هاي. موجودة بالانترنال سيرفيس مالت الرايموس راح تأدي لي الكنال. كنال هنا موجود. هاي الكنال اسمها مانديبولار كنال. هاي الكنال تنفتح لي بالاكسترنال سيرفيس مالت البادي. مالت البادي مالت المكزيلا. يعني وين تنفتح لي؟ تنفتح لي بهاي الفورامينا اللي احنا اخذناها اللي اسمها مينتال فورامينا. قلت لك وحده هنا وحده هنا. تمام. اذا اكو هنا من جهه الانترنال. تمام. اكو فورامينا اسمها مانديبولار فورامينا. بعدين تمشي بكنال داخل العظم. هاي الكنال وين تنفتح لي؟ تنفتح لي هنا بهاي الفورامينا اللي موجوده هنا اللي هي اسمها مينتال فونتال فورامينا وراح اشرحها هسه بالتفصيل. بس احنا وين وصلنا؟ تمام. اذا الانترنال سيرفيس. تمام. اخذنا المانديبولار فورامينا اللي هي هاي اللي راح تؤدي لي الى كنال موجوده داخل. هسه بعدين اشرحها. المايلويد جروف. المايوهايلويد جروف يقول لك هذا جروف هنا ممتد اللي هذا اللي تشوفوه. هذا المايوهايلويد جروف. جروف هنا ممتد بالأبر يصير أبر يعني أبورد بالنسبة للفورامينا وداون وورد بالنسبة للفورامينا. كوتيروغوت بروسيس اللي هو هذا. تمام. هذا تيروغوت بروسيس اللي هو هذا يصير قريب من الانجل اوف ذا مانديبل. تمام. تيروغوت بروسيس ما خلني نجي واحدة واحدة وناخذ شرحها كلش بسيط. المانديبولار فورامينا از اوبننج اون ذا انترنال سيرفيس اوف ذا ايتش ريموس اوف ذا مانديبل. يعني تكون تو المانديبولار فورامينا بإيتش ريموس. تمام. In the mandibular, ها يقول لك إنه هاي leading into mandibular canal. تأدي لي لكنال اسمها mandibular canal. خلي أجي أفهم mandibular canal. Is a bony passage in the mandible that transmits the inferior alveolar artery and nerve. طلاب أكو inferior alveolar artery and nerve اللي هو هذا جماعة الأسنان. اللي ما يعرف هذا النيرف هو مو أسنانشي يعني هو مو طبيب أسنان بين قوسين. لأن هذا النيرف مهم كلش كلش بالتخدير مالت الأسنان. من يسوي لك الريدي يقلع لك سن هذا كلش مهم بالتخدير مالت الأسنان. لأن تشوف دي ينطي شنو برانشات للعظام. تمام. للعضلات يا عضلات للأسنان. تمام. دي نشوف شون دي ينطي برانشات للأسنان. تمام. إذن هذا كلش مهم بالتخدير. فيقول لك يا هاي المانديبولار فورامينا راح يمر من خلالها نيرف. هذا النيرف بعدين يمر بكنال اللي هي اسمها مانديبولار كنال. تمام. اللي راح يمر من خلالها الانفيرال الفيولار ارتري وفين. يعني ارتري وفين راح يمر من خلالها. تمام. خلني نيجي نفهم هاي القصه مال هذا النيرف اللي هو بالتخدير مهم مالت للاسنان. تمام. المانديبولار فورامينا. تمام. ده تشوفها هنا موجوده بس هذا الاكسترنال سيرفيس هي موجوده وين؟ موجوده بالانترنال سيرفيس. موجوده هنا. تمام. فهو هنا راسمها بشكل خفيف يعني يقول لك بالانترنال سيرفيس موجوده. تمام. يقول لك هذا اي نيرف اللي هو اسمه انفيريور الفيولار نيرف او ارتري. اثنين ارتري ونيرف راح يمرون من خلال.
اقلك مشي مشي مشي، طب من خلال المانديبولار فورامينا، طب بكنال داخليه داخل العظم، هاي الكنال داخل العظم مثل الزايغوماتيك كنال بالزايغوماتيك بون، قلت لك هاي موجوده داخل العظم تمام. تشوف شال هنا قطعه من العظم، شاف هاي هذا النيرف شلون دا يمر داخل العظم بكنال تمام، اللي هي شو اسمها الكنال، اسمها مانديبولار كنال تمام. مشي 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 شاف له فورامينا، انتهى بهاي الفورامينا، هاي الفورامينا احنا دارسيها بالاكسترنال سيرفيس مال البيس مالت البادي مالت المندبل، اللي هي شو اسمها، اسمها مينتال فورامينا، اسمها مينتال فورامينا. هاي هذا انتهى تمام، اللي هنا انتهى. من طب المينتال فورامينا انقسم الى انقسام الى عده برانشات، اللي هي اسمها انسايسيف برانش، اللي هي هاي انسايسيف برانش. تشوف هاي طب الفورامينا هنا، انا طب الفورامينا بس شو مسوي لك هنا، انطاني برانش اللي هو انسايسيف برانش بس هنا انا قاصه ما مبين تمام. اذا هسه هو هذا الكنال اللي هي اسمها مانديبولا كنال، اول اوبننج اله اللي هي اول فورامينا اله اسمها مينتال فورامينا موجوده بالانترنال سيرفيس، ثاني موجوده بالانترنال سيرفيس بريماس، ثاني فورامينا اللي هي المينتال فورامينا اللي موجوده بالاكسترنال سيرفيس اوف ذا بيس اوف ذا باري اوف ذا مانديبل تمام. ومن يطلع منها من يطلع راح ينطي له برانش من خلالها اللي اسمه انسايزف برانشز. طلع صارت واضحه كلش يعني، وضحتها كلش لان مهمه جماعه الاسنان وايضا انه مهمه بالطب العام. المندبل جروف سوري المايو هايلويد جروف اللي هو هذا المايو هايلويد جروف تمام، هذا تمام المايو هايلويد اور سيوتشر، قلت لك الجروف هو نفسه للسيوتشر، مرادف الجروف هي السيوتشر. از ا جروف اوف ذا انترنال سيرفيس اوف ذا مندبل extending forward and downward from the mandibular foramen. قلت لك انه هو موجود forward موجود يعني downward و forward بالنسبه للمانديبولار فورامينا. This groove is passage for the myelohyoid nerve and myelohyoid branch of the inferior alveolar artery. طلاب راح يمر ال inferior alveolar artery، هنا اخذناه دكتور، هنا اخذناه راح يمر لمين؟ راح يمر لي من خلال هاي، هو الارتر الرئيسي راح يمر من خلال هاي تمام. لكن اكو برانش منه لا راح يطلع قبل لا يدخل بهاي الفورامينا على مود يدخل بالكنال، راح يطلع منه برانش اسمه مايلو هايلويد برانش، راح يمر من خلال هذا الجروف او السالكس تمام. اعتقد صارت واضحه. The pterygoid tuberosity اللي هو هذا pterygoid tuberosity قبل شوية يعني وضحت لك إياه، يقلك هو عبارة عن ما عن خشن area خشنة يقلك رافند تمام. Occasionally present on the internal surface of the ramus of the mandible near the angle of the mandible. يقلك إنه هي عبارة عن رافند area. شنو رافند area؟ يعني منطقة خشنة، هاي رافند اريا منطقة خشنة تحتلي، وجودها راح يحتل الانترنال سيرفيس الريماس الانترنال سيرفيس مالتها تمام، وراح تكون نير للانجل مال المندبل. شرحتها بالتفصيل، اقول لك ذا ميديال تيريجويد مسل، الميديال تيريجويد مسل اكو عضلة اسمها ميديال تيريجويد مسل راح تتصور راح يوفر لي اتاتشمنت لها تمام، يعني هذا راح يوفر لي اتاتشمنت لعضلة تمام، اللي اريده منك هو هذا. الاكسترنال سيرفيس اوف ذا ريماس اوف ذا مانديبل بريزنت، يعني بالاكسترنال سيرفيس اكو شغله واحده راح تلقى اللي هو الماستريك توبوروسيتي. الماستريك توبوروسيتي از ا رافند اريا، حالها حال شنو؟ حالها حال التيريجويد توبوروسيتي. اقول لك رافند اريا اوكسيبيتال بريزنت اون ذا اكسترنال سيرفيس، بس وين موجوده؟ تحتلي الاكسترنال سيرفيس اوف ذا ريماس اوف ذا مانديبل near the angle. هاي حالها يعني هاي هذا، بس هذا شنو عكسه؟ هذا عكسه ال pterygoid tuberosity تمام، بس هذا موجود بالاكسترنال والpterygoid tuberosity موجود بالانترنال مالت الريماس، هذا موجود بالاكسترنال سيرفيس مالت الريماس، هذا عكسه تمام، يعني حاله اقول لك الماستر مسل اتاتشد تو ذا الماستريك tuberosity، مخلوق حتى تجي عضله باسمه تتصل